السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السادس للثنايا هنا في هذا المساء، أيضا نتابع للأشواط العامة ونتابع هذه الانطلاقة، كما ننوه للجميع بأن تسليم الرموز لهذا المساء بعد نهاية هذا الشوط، على أيضا الجميع التوجه بعد هذا الشوط لاستلام الرمز في مقر دورة الستة، هناك أيضا في مقر تسليم الرمز. انطلق شوطنا وتابعنا هذا أيضا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات، نتابع وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول، نتابع اللي بالمركز الأول، نتابع هناك حصيل لمحمد بن حمد بن قريع وبقيادة فرام بن محمد، نتابع على المركز الأول وعلى المقدمة نتابع وننطلق برفقة أيضا فرام بن محمد بن قريع، أيضا من يتابع أحد العمالقة المتواجدين في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني ومن يصنع المركز الثاني أيضا مطرق لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثاني، هنا مطرق على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثالث ومن يصن هناك مشهور لصالح بن حنظل الطلاب الفهيدي على المركز الرابع والثالث، المركز الرابع من يصل بدوره من الجانب الأيمن في هذه اللحظات، وينطلق هناك اللي هو سياف لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، هنا متواجد مع المركز الرابع وغير على المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الخامس نتابع المركز الخامس سلهود سعيد بن سهيل بن حفار متواجد مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، نتابع هذا الشوط، نتابع هذه الأسماء اللي تقدمت لانطلاقها في هذا الشوط وشوطنا السادس. يا سلام مع هذا الاندفاع المسائي، نتابع ونعود إلى حصيل على المركز الأول على المقدمة، حصيل اللي يقود المسار مندفع في مقدمة الشوط منذ أن ارتفع ستارت وهو يقود المشاركين في هذا الشوط، لمحمد بن حمد بن قريع المري مع المركز الأول مع المقدمة والصدارة، نتابع حصيل على المقدمة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع مطرق على المركز الثاني، هنا في هذه اللحظات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثاني، من سجل أيضا رمز في هذا المساء وشلفة مسائية، بين أرى المركز الثالث، نتابع هنا بن حنظل مع مشهور بن حنظل لصالح بن حنظل آل الطويل، أيضا موجود في هذا الشوط. يا سلام بهذا الانطلاق والاندفاع، نتابع المركز الرابع، نتابع سياف لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، هنا أيضا مع المركز الرابع، المركز الخامس من بدأ يتسلل أيضا بدوره في هذه اللحظات بن حفار، متواجد مع سلهود سعيد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري مع المركز الرابع وغير على المركز الرابع في هذه اللحظات، أرى اسم جديد ينضم إلى قافلة الخمس المراكز الأولى، الله يا لهب لعبد الله بن سعيد العيدة راعي أيضا الشلفة للشوط الرئيسي، راعي هذه أيضا اللورد من سجل هنا أيضا في هذا المهرجان رموز ويعد الجميع بالرموز الأخرى، نتابع أيضا هناك ويتبقى مشاركة السيوف. يا السلام بهذا الانطلاق والاندفاع، المركز الخامس يصل هنا اسم جديد في هذه اللحظات، ومن يصن اللي هو الصاحي
الصاحي لأحمد بن مذكر بن مسفر القرشي أيضا وصل الصاحي وصل في هذا الشوط. كما ننوه للجميع بأن تسليم الرموز بعد نهاية هذا الشوط مباشرة هنا في هذا الانطلاق. نتابع، نعود إلى المقدمة، نعود إلى بن قريع، بن قريع بن قريع مع حصيل محمد بن حمد بن قريع المري مع المركز الأول ومع المقدمة. نتابع نتابع حصيل هنا وبقيادة فاران بن محمد بن قريع المركز الثاني مع انتصاف المسافة. قطعنا أربعة وتبقنا أربعة. يا سلام يا سلام يا مطرق مطرق على المركز الثاني في هذه اللحظات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الثاني ومع انطلاقته على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا لهب لهب لعبد الله بن سعيد العيدة اللورد متواجد ابو سعيد هنا في هذه اللحظات وبانطلاقة بن راية حمد بن راشد بن راية في المتابعة. المركز الرابع يا سلام وصل الصاحي وصل الصاحي من سجل اسمه بأيضا لمسات ذهبية في هذا الموسم. الصاحي اللي سجل العديد والعديد من النقاط وضيف أيضا من المملكة العربية السعودية. نتابع هناك من الجانب الأيمن لأحمد بن محمد بن مذكر بن مسفر القرشي بينما أرى المركز الخامس تابعي اللي بتتابع هنا الطويل صالح للطويل متواجد في هذه اللحظات مع المركز الخامس هنا بن حنظل. يا سلام بهذا الأداء مع مشهور مع مشهور وبقيادة سالم وعايض أيضا من يتابعونه بانطلاقته على المركز الخامس. يا سلام هنا اسم قادم اسم جديد يصل قناد قناد لسعود بن علي بن سعيد آل سلعان متواجد أيضا بن سلعان من سجل له نواميس أيضا في المحليات. نتابعه ولكن بنعود إلى المقدمة نعود إلى الكوكبة. شاهدوا وتابعوا التنافس هذا الناموس الغالي. نتابع نتابع انطلاقة الشوط نتابع المقدمة نتابع هناك أيضا مطرق وهنا أيضا حصيل حصيل ومطرق في موقع واحد في هذه اللحظات. نتابع ولكن حصيل حصيل لمحمد بن حمد بن قريع المري مع المركز الأول ومع المقدمة ومع الصدارة في هذه اللحظات. المركز الثاني بدأ يتسلل لهب 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 اللورد لهب اللورد يا اللورد متواجد أبو سعيد متواجد هنا ومتميز دائما وأبدا هنا. ها هو تشاهدونه تشاهدون أبو سعيد متواجد في هذا الشوط انطلاقة لهب ومطرق أيضا هناك شعار الجريان شعار الجريان. يا سلام يا سلام يا مطرق الخليفة بن حمد بن خليفة العطية ومشهور مشهور قادم مشهور لصالح بن حنظل موجود أيضا في هذا الشوط منطلق ومندفع. يا سلام يا سلام وقناد بن سلعان قناد بن سلعان متواجد مع المركز الرابع بدأ يتسلل بدأ ينطلق من الجانب الأيمن. نتابعه وفي أيضا رصيدة ثلاث نقاط قناد في هذا الموسم. وصل الصاحي من الجانب الأيمن. نتابع الصاحي لأحمد بن مذكر بن مسفر القرشي قادما مع المركز الخامس. يا السلام يا هذا الشوط شوفوا شعار بن عمارة شعار بن عمارة قادم أيضا هناك من الصفوف الخلفية أيضا هنا اسم قادم من ميسور لعمر بن مبارك آل شايق الهاجري قادم أيضا في هذا الشوط ومندفع في هذه اللحظات. مطرق مطرق يا سلام يا سلام وركز يا الخضيري ركز ركز يا علي هناك بانطلاقة مطرق ولكن لهب لهب العيدة مطرق الخليفة أيضا مطرق أيضا الجريان. يا سلام يا خليفة يا خليفة يا بن حمد يا خليفة يا بن حمد يا العطية منطلق مندفع في هذا الشوط بهذا الأداء المتميز ولكن الله
يا سلام، شوفوا اللي وصل، شوفوا اللي قادم مشهور لصالح الطويل صالح بن حنظل، هنا موجود في هذه اللحظات. ولكن شوفوا، شوفوا اللي قادم، شوفوا اللي أيضا في هذه اللحظات. هنا نتابع انطلاقته اللي هو جميل لراشد بن طالب بن علي بن عمارة المري، يا سلام. ولكن المركز الرابع، هناك القدوم في هذه اللحظات، في هذه اللحظات نتابع هنا القدوم من أيضا حصيل لمحمد بن حمد بن قريع، هناك شعار بن مقارع أيضا قادم على المركز الخامس. ولكن الله يا مشهور، يا مشهور انطلق مشهور مع الكيلو الأخير، بوابة الكيلو الأخير، وبن حنظل بن حنظل بن حنظل، يا سلام. الله يا هذا الشوط، الله الله الله، سلام هنا مع هذا الانطلاق. لهب مشهور 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 لصالح بن حنظل، صالح بن حنظل هناك أيضا وبقيادة الطويل، يا سلام يا سلام، الله على هذا الأداء. ولكن شوفوا بن مقارع، بن مقارع قادم مع هباش علي بن حمد بن علي بن مقارع، ولكن هنا مشهور مشهور صالح بن حنظل الطويل أيضا، يا سلام يا سلام، ولكن يا سلام، مشهور مشهور 500 متر عن النهاية مشهور. ولكن شوفوا هنا أيضا القدوم، ولكن مشهور مشهور مشهور، يا سلام يا مشهور، يا سلام يا مشهور، يا سلام يا مشهور. بنسلم بنسلم على الطويل، على صالح بن حنظل على هذا الأداء المتميز. ولكن أيضا بن مقارع يعود، هباش يعود لعلي بن حمد بن مقارع، يا سلام يا هذا الشوط، رغم الظروف اللي حصلت له، رغم الظروف، ولكن هباش 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 هباش، ويستاهل الفوز، يستاهل الناموس، يستاهل أيضا، يستاهل هذا الأداء المتميز، وأيضا نصفق له على هذا الفوز رغم الظروف اللي حصلت له، لكن أدى الأداء المتميز وانتزع أيضا وعاد بكل جدارة. هباش العلي بن حمد بن علي بن مقارع أيضا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني مشهور لصالح بن حنظل الطلاب، المركز الثالث، المركز الثالث ميسور لعمر بن مبارك بن محمد الشايق الهاجري، المركز الرابع، المركز الرابع جميل لراشد بن طالب بن علي بن عمارة، المركز الخامس، المركز الخامس لهب لعبد الله بن سعيد العيدة. يا هذا الشوط، يا هذا التنافس، قدموا هنا أيضا هذا الأداء المتميز. ولكن هباش هباش، الله يستر عليك يا هباش، الله يستر عليك يا هباش، على هذا المستوى قدمت العرض الممتاز، جملت يا هباش رغم العثرة اللي جاتك في الطريق، لكنك وفيت وكفيت. وسلام سلام يا بن مقارع، سلام لعلي أيضا بن حمد بن مقارع على هذا الفوز، تهانينا على فوز هباش. توقيت الزمني 12 دقيقة 44 ثانية، جزئين من الثانية، تهانينا لعلي بن حمد بن علي بن مقارع على هذا الفوز، وصل مشهور على المركز الثاني. مشهور اللي أيضا قطع المسافة في 12 دقيقة و 46 ثانية و جزئين من الثانية، تهانينا والناموس أيضا لمالكة صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي، أيضا التهنئة وصل لسالم أيضا بن صالح وعايد بن صالح على هذا الفوز. المركز الثالث وصل هنا اللي وصل على المركز الثالث اللي هو ميسور، توقيت الزمن 12 دقيقة و51 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا لعمر بن مبارك محمد الشايق